شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نشوف فيديو جديد وفيها أشياء ممتعة عن المدينة اللي احنا موجودين فيها. بعد كمل كمل أكمل. طبعا اليوم عندنا أبو أمل تحديدا من الإمارات العربية الشقيقة ومن الشارقة. أهلا وسهلا، حل علينا ضيف. الله يخليك. صار له 3 أيام بس اليوم الجو حلو فقررنا اليوم نسوي الفيديو وياه. خليكم ويانا بالرحلة، راح نستمتع إن شاء الله. يلا ننطلق. أنا وسام نعرفكم عليه، طبعا راح يطلع فيديوهات جديدة، راح نسوي شغلات وياه بعدين. وعلي ما حاجة دكتور علي، يعني هذا معروف هتشي. آه صحيح؟ طاق من أصله. طاق. هم طاق. هو ياه اللي يجي وياه يصير طاق. طبعا احنا اليوم الساعه بالبنزيخان هاي على طريق لفيف، جينا شربنا قهوه وراح نروح نفطر شويه هسه بالمدينه، شوف ايش راح نسوي اليوم. خليكم ويانا واهلا وسهلا بكم بفلوق الجديد. لا تنسون عندنا المسابقه، الفيديو مالها راح ينزل باكر، هذا اهم شيء لا تنسونه. مسابقه كلش حلوه ان شاء الله راح تكون، راح نجيب واحد من عندكم الى اوكرانيا ونسويها رحلة لمدة شهر كامل ان شاء الله. راح نعلموا بيها لغة روسية، راح نخليه نفرروا بالمدينة نشوفوا كل الاماكن الحلوة، فخليكم ويانا اهلا وسهلا بكم. يلا نبدي مرة ثانية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هلا 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 دكتور، هلا باقي الله عمي دكتور باقي. ليش حكيت شيء؟ رايحين هسه ان شاء الله للفندق، نودي الاغراض مال ابو امل وننطلق ان شاء الله نفطر شوي، نسوي لنا فره حلوه بهذا اليوم الحلو. وصلنا فندق نادي هيان، نزل الأغراض. يعني إذا حد يريد يشتري شيء، عسل طبيعي، شغلات ثانية، مربى موجود. هاي تقريبا فندق بسط السنتر، $20 مال شخص واحد. دشنا الحمام، وين ما يشتغل؟ ما يشتغل. والله ما يشتغل. ها؟ من هنا. ماش شغال ها؟ ليش أنا ما عرفت أعلقه؟ نطلع نصور طولك، خرب المنظر. هتشي الو كله موجود ومرتب على اخر. الحمد لله وصلنا بحيرة إيفانو. بحيرة إيفانو لا صح، وصلنا بحيرة إيفانو. طبعا البحيرة موجودة هنا لو سمحت استاذي العزيز دكتور. حبيبي حبيبي دكتور طاق، شوف البحيره وين موجوده من ناحيه. صراحه المنطقه جميله، حلوه اي والله
منطقة جميلة. المنطقة جميلة، المنطقة راقية وهادية صراحة. تخبر 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 صراحة. انجنيت انا ابغي بس شوف علي انجن شوفوا. انا خاطري بس خاطري اوكي، اللي يطلعون سياحة يجربوا اوكرانيا. لا اوكرانيا يجربوا اوكرانيا بس يجربوا اوكرانيا مدينة هو... ايفانو ايفانو ايه صراحة المنطقة الجبلية. والله منطقة جبلية مش طبيعي. مش شيء مش طبيعي، روعة، شيء خرافي اسميه انا صراحة. خرافية نعم. Я из борода и меня берут. Теперь любая хочет быть со мной. Как будто я супергерой. Так неожиданно успех большой. Продолжу Натали, страна будет петь с тобой. А ты меня искал, полмира обошел. Алло. Поздравляю. وهيجي انتهى يومنا الحلو مع ابو امل، وان شاء الله باكر عندنا فيديو ثاني وياه. افترينا فرفرنا تونسنا ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال التال. اريد احكي لكم شغله بالنسبه لاكثر الناس اللي يحكون اللي يقولون وين احسن مكان للعوائل. بالنسبه للعوائل تجون للغرب الاوكراني تحديدا مدينه ايفانو فرانكوفسك، تنطلقون الى يارنشا وجبال الكارباتيا، فهذه احسن مكان. لا تنسون الاعلان باكر راح ينزل، شوفوه، اشتركوا بالقناه حتى يزيد عدد المشتركين وتربحون بالمسابقه. فباكر هم الاعلان مال المسابقه راح ينزل، تعرفون التفاصيل كاملة. أهم شيء تشتركون بالقناة، تحطون تعليق، تحطون لايك، وحطونا لايكات. خلينا نشوف إيش قد راح نوصل عدد اللايكات بهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.